أسهل الكفارات على الإطلاق إذا حلفت بغير الله، لكن انتبه، إذا حلفت بالنبي مثلا أو بوالدك أو بأمك أو بابنتك أو تقول مباشرة بعدها لا إله إلا الله، وتتعوذ بالله ثلاثا وتدفل عن يسارك ولا تعود. ما يبقاش بقى طول النهار عمال تحلف وتكفر تحلف وتكفر. إذا أنت لا تريد أن تنسلخ عن هذه الأيمان الباطلة وأنت تستسهل الكفار، مفترض أنك إن وقعت في هذا الخطأ في الحلف فتقول لا إله إلا الله. عن سعد قال حلفت بالله باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ثم انفس عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعود. يبقى هذه الشروط، مش يقول لا إله إلا الله بس، يقول لا إله إلا الله وينظر إلى يسارك كمن رأى منكم حلما أفزع، ينظر إلى اليسار يدخل ثلاث مرات ويستعيذ بالله ويتحول عن الجنب اللي كان نايم عليه لما رأى هذه الرؤية التي أفزعته أو الحلم الذي أفزعه. كذلك من أقسم بغير الله يقول لا إله إلا الله وينفس عن يساره ويتعوذ بالله. والشرط الأخير الذي يقع فيه معظم الناس أنه يعود، لا تعود، انتهى. درب نفسك، امسك لسانك، ما تطلق لسانك على غالبه. استفسار يا شيخ، إذا تبعتها بالمشيئة، إذا قلت اليمين وتبعتها إن شاء الله، هل هذا يعني عايز تقول إيه؟ يعني مثلا تتبع مثلا أي شيء بالمشيئة. إيه اليمين اللي أنت عايز تقول؟ يعني حسب اليمين يعني. عايز تقول مثلا والله، تقول لامرأتك مثلا والله لن آخذك معك معي في السفر إن شاء الله. إن شاء الله إذا أنت ألغيته، إذا غيرت نيتك فيما بعد اعتمدت أصلاً على كلمة إن شاء الله. فالمشيئة تظنها قبلنا. أنت كنت معنا من الأول، حتى الذي يقول لامرأتك لو فعلت كذا تكونين طالق إن شاء الله، حتى لو فعلته لا تقع، لا يقع. خلاص، عشان كده أنا قلت ما فيش نساء هنا ومش هيفهموا اللعبة بتاعتنا. التركة بتاعتنا لا، يعني الاستثناء يخرجك من الالتزام، يخرجك من الالتزام أو من الكفارة أو من نحو ذلك. الخامس، إذا حلف بملة غير ملة الإسلام على شيء وهو كاذب متعمد فهو كما قال. عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ما مثال هذا؟ أن يحلف الرجل أو المرأة أنه يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام. في ناس كتير جدا في مصر يقول أكون بريء من دين الإسلام. وليه يا ابني تبرأ من دين الإسلام؟ ليه يخليك تتلفظ بهذه المقولة العظيمة؟ فإن كان كاذب ومتعمد في حلفه خرج من ملة الإسلام كقول الجمهور العلماء. فمنهم من يقول أكون بريئا من دين الإسلام إذا فعلت كذا وكذا ثم يفعله، أو يحلف بهذا على أمر ماض، يعني أنه ما عملش، يحلف بذلك على أنه لم يفعل. فهذا الحلف حرام ابتداء سواء كان صادقا أو كاذب، ولا تنعقد يمينا ولا كفارة بها. ثم إنه إن كان يقصد بهذا إبعاد نفسه عن الشيء أو إجبار نفسه عن أن يكون مبتعدا عنها لم يكفر، وإن قصد به الرضا بالكفر أو الإخبار بما يعلم أنه كذب فإنه يكفر بالحال. إذا كان متعمد لكن عنده شيء من الخوف
أقسم هكذا ليمنع نفسه عن هذا الخوف وهو كاذب. هذا لا يخرج من الملة، لكن الذي يخرج من الملة هو المتعمد الكاذب، المتعمد الكاذب. هذا خلاصة المسألة، هذا كما يقول هنا المصنف، هذه خلاصة كلام أهل العلم في المسألة والله أعلم. وهذا أورده في المغني وعارضة الأحوذي وسبل السلام. إذا حلف لك بالله فعليك أن ترضى. يعني ما جاءت واحد حلف لك بالله يقول لك يا بني والله الذي لا إله إلا هو، أنا ما قلت هذا لأن أحد أخبرك أنه قال عنك كذا وكذا. فإن قال لك وحلف لك بالله، حلف لك بالله أنه لم يقل ارضى، ما جاءت بعد ما يقول لك والله الذي لا إله إلا هو ما قلت، ثم تقول له لا قلت، إذا أنت لم ترضى بالقسم بالله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى ابن مريم رجلا، رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت؟ رآه بعينه. قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى ابن مريم آمنت بالله وكذبت بصري. آمنت بالله وكذبت بصري، لأنه أقسم بالله ارضى، وهو شأنه مع الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن أنت لا تدخل في مهاترات. بس كيف يا شيخ مع القضاء يعني؟ نعم؟ مع القضاء لما يكون في قضاء في شغلات. والله ما أنا فاهم، تقول إيه؟ في القضاء طبعاً اليمين بيكون بعض الناس بياخذوا تجارة يعني. أنا عايزك تفرق بين شيء. أن عيسى هنا لم يكن قاضياً. لا لا أنا بتكلم على عيسى، أتكلم عن لب الموضوع كله بشكل عام. أنا بتكلم أهو. عايزك تفرق بين أن عيسى كان قاضياً أم كان شاهداً؟ شاهد. كان شاهد. ما كان قاضياً. لأن القاضي أصلاً لا يعلم بالمسألة، المفترض في القاضي أنه لا يعلم بالمسألة. فجاءه رجلان، هذا يثبت وهذا ينكر، فالقاضي يسمع من هذا ويجعله يحلف اليمين، ويسمع من هذا ويجعله يحلف اليمين، ومن كانت حجته أبلغ ممكن القاضي يغش لأن حجته أرجع. لكن هنا عيسى بن مريم كان شاهد، قال له أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو ما سرقت. فخرج من شهادته، والدليل أنه قال آمنت بالله، أو كما قال في الحديث آمنت بالله وكذبت بصري، وكذبت بصري. إذن هذا لا شيء، لأنه لو كان شيء متعلق. نعم، هذا النبي يقول هكذا بصرت بعيني وقد أبصروا بعينه، ويقول دائما تقول له كذبت بعيني. والله هذا عند الإمام البخاري سيادتك، هذا ما يقع هكذا، هذا حضرتك عند البخاري. وقلت آمنت بالله وكذبت بصري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه وأزواجه. نعم، الحديث عند البخاري يا شيخ. هذا أنا ما